ترى زهقت أنا، زهقت يا ابني من 9 الصبح هني قاعد تلعب تليفونك، كلمني. وبعدين بما أن احنا ربك يمعنا على خير ورا ما نسوي مشروع أنا وياك نكتسب منه ذهب. لا لا مشكور، الله يطول بعمرك، مشاريع معاك ما أبي. ليش ليش؟ كل ما عنديش مشروع يخسر، وش هالسالفة هذه؟ يدي يدي المرحوم شريكة، شريكة كان الله يرحمك يا يدي، ذكرتني بيدي الله يرحمه. إذا مات على رسم أنت شذاب، أنا ما تبي تذكر مصدر. لا هو مات واندفن سره معاه. إيه رحمة الله. وأنت أخوي، أنا أقول لك أسرار العائلة كلها. ليش؟ تبي أقول لك؟ لا ما أبي، الله يطول بعمرك ما أبي منك شيء. أنا أقول لك يدي كان عنده هواية الله يرحمه. الله كان تاجر؟ أي والله؟ أي تاجر وفنان بنفس الشيء مع بعض. ها تاجر وفنان؟ يجمعهم مع بعض اثنينهم الله يرحمه بلال. إيه؟ يدي كان يحب يصبغ بيض. شو الهواية؟ شنك وطاحت من عينك. لا بالعكس حلو موضوعك، ما تشوفني متسند وقاعد. إي يصبغ بيض الله يرحمه ويبيع، يتاجر بالبيض كان الله يرحمه. يصبغ بيضة شيء وردي يبيعه يوم الأم، عيد الأم. عيد الأم يصبغ بيضة وردي. أيوه وردي، لأن الأم تحب هالأشياء. مو حلو. ملون يبيع، أيوه يبيع شيء أحمر بالفالنتاين يقول. بس فالنتاين. بلبل بالفالنتاين. مع إنه يعطي الدم يعطي موت بعد الأحمر ترى. منو؟ من الدم الأحمر. لا عاد هو يقصد فالنتاين الله يرحمه. أيوه الله يرحمه. يقوم يصبغ البيض أصفار يقول لك هذا حقد. إيه ترى عندك ما سوى شيء جديد، هذا نفسه على الورد. لا. الورد الصفراء حقد الما شنو يعني ما ابتكر. أقول لك بنا عماير خيرنا كله من البيض. من البيض. إيه ما شاء الله. إيه إحنا ناس نملك الحمد لله من البيض كله. البيض يدي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. إيش رأيك نسوي مشروع أنا وياك، نبيع تراتشي ولا نبيع زي هذا؟ تسولف لي على البيض نبيع تراتشي ليش؟ إحنا لازم نسوي شيء عكس يدي. ها عشان يدعم المعاش. أيوة شيء يكون مشاريع صغيرة. نقدم أنا وياك. نقول شنو يعني نجيب 100 فلس نقضها من على الجنبين نبيعها سوارة. ولا أنا أقول لك فلس نسويها ترشية، يعني نسوي لنا حركة عزيز. بس مشكور ما قصرت، الحلقة بتبلش. هاي حلقة. شارع ولا بيز، أنا ناطرك تخلص عشان الحلقة. هذا انت الحب؟ عيل منو؟ لم يع طارق قبل؟ انا هذا يبا. شفيك انت؟ ترى انا براقب كل تحركاتك وكل تصرفاتك مدروسة بالنسبة لي. شنو؟ لا يكون صاير شرطي من وراي. هاي شرطي يبا، انا صرت خبير بالكيمياء، خبير كبير بالمكسرات. اعجبك شيء ما صار ولا استوى، مو هالبنك الخايس اللي قاعد تبيعه ولا يابلك ولا فلس للحين قاعد تبوق من البقالات وحكي الشوارع هذه. لا 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 لا، انت من قصيت هالقصة وتراك مو عاجبني على فكرة. يا حبيبي ايش علامك انت ما تفهم؟ اقول لك بسوي معاك صفقة، صفقة العمر، بنصير مليارديرية انا وياك. لا تكفى يا الحب، لا تودينا بداهية واللي يرحم والديك. اي داهية يا حبيبي؟ اقول لك انا صرت مستشار كبير بالمكسرات، يعني هذا اللي انت قاعد تسويه حكي فاضي كله. أنا بخليك تطبخ معاي. يا معود أي طباخ، واللي أنا يا حدي بيض شاي حليب بالكثير يعني. بنت ريق إحنا بنت ريق، يعني بقول لك أنا بسوي لك بنك أصفر أخلي الديرة كلها تحكي فيه، ما تبقى منه ولا بنكة واحدة، الكل بيشتري. ها أي وأصير شريك؟ أي بخليك شريك معاي، 50% لك و50% لي، عليك التوزيع وعلي الطبخ والمصنعية ونصير مليونيرية. أنا ما راح أطلب طلبات، بس 200 دينار أبي أطلب أغراض من أمريكا، آخر 200 دينار. كذي ما تخليني آخذ إجازة، كذي أوفر تايم يا روحي. ما عليه، بس 200 دينار. لحظة دقيقة، تليفوني كنا يرن. هل تليفوني ولا إيه؟ دقيقة بس. خليه. مكالمة مكالمة مهمة هذه. Where you go؟ One second. ماي جميلي. دقيقة واحدة. إيش تبي داق علي؟ أنا قاعد مع مرتي، أخلص وأكلمك. يلا روح، يلا يلا.
يلا أخلص وأكلمك. يلا يلا. هلا يا روحي يا بعد عمري. أنا يبا طلعت لي شغلة مهمة، يبي لي بس 10 دقائق 15 دقيقة ورد مشوار سريع وارجع. على راحتك حبيبي، بس لا تطول عليك. يا بعد قلبي، يا بعد جمالها مأذيني يا حياتي. يلا تعال يبا تعال تعال، خلنا نشوف شو الأغراض اللي محتاجينها. تعال هذا محتاجينه يبا. أبشر. أخذه. إيه هذا ضروري، هذا عشان قلب فيه البنك. أبشر. إيه هواز هواز هواز، هذا هواز. حط لي هواز كثر ما الله يعطيك، حط هواز. إيه حط هواز حط هواز. شنبي بعد شنبي. على طاري الهواز، تبي تفاحتين؟ لا حبيبي لا لا لا، هذا هذا عشان نطبخ فيه، ما نشيش ما نشيش. نطبخ. إيه نطبخ. وبعدين ليش شايب هذا؟ منو قال لك يب شبل؟ عشان اقول هذا الشبل من ذاك الاسد. حبيبي هذا الولد، الولد المثل اللي ينقال على الولد، مو عن الشبل الصجي. يا انا اسف. هذا شفيته زين. بغيت ايش بغيت انا بعد؟ اي هذا الفرشه، اخذ هالفرشه. ايش دخل الفرشه بطبخ البنك؟ حبيبي منو الخبير فينا؟ انت طالع خبير الطبخ، واللي راح يطلع لك الملايين منه انا ولا انت؟ مستر وايت. من هو؟ مستر وايت. ايوه ايوه، تقولها لي بنعومه ابي، كل ما اسالك على منو؟ انت عمي مستر وايت. ايوه تعجبني. بس عين الحقني ولا تسال، اخذ هذا. اخذ هذا، انا حاسس ان احنا راح خرطوم الفيل. ايوه يلا امشي. هذا هو. هذا عادي. واللي هذه عرفت خطي الثاني شلون؟ الو خو تليفون الثاني، ولقيتي ايش عندك متعبثة؟ تموتين وتعبثين انتي ولا شلون يا مرة؟ اقول يلا ذلفي عن وجهي. ذلفي ذلفي. الله يلوع شبتك. الحين هذا ناخذ هذا زين. شنو كل يوم يجي بيت؟ يلا ميري نايم، يلا بابا، يلا روح روح. احترم نفسك، احترم نفسك. وشوف قاعد تكلم منو انت؟ شو اللي بينك وبين ريلي؟ منو ريلي؟ وانت منو يبا؟ اسمع، ذا وايت مان قال لي على كل شيء، الرجل الابيض اي نعم قال لي انه في بينك وبين ريلي شيء. افا الرجل الابيض قال لك كل شيء؟ ايكم تبيعون عن شكك. افا الحب هذا قال لك نبيع؟ اي الحب، ما الحب خلص. شوف ترى أنا لا 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 شوف ريال أختي يشتغل بالبلدية، فهمت؟ لا تخليني أقعدك على الدوار وأخليك تبيع ريش ولا ترى. ها قلت لك أنا وأخر على ريلي أحسن لك قطيعة صج ريال ما تيون إلا بالعين الحمراء. أنا آسف طال عمرك، ووعد ما عيدها يا إيه؟ يا الحب. ما في سناب؟ ايه زين بدأت تفهم. عجبك الحب؟ ايه. بس سؤال، الحين انت دكتوراه بالكيمياء وبروفيسور وعندك دورات وعندك شو هالفصلة هذه واشتغلت بالبنك؟ اقول امسك وجرب وانطم. تسلم الله عافيك. قوي قوي قوي. ها بشر تمام. يا اخي شنو انت عبقريش هالأنامل الذهبية هذه؟ حبيبي هذا البنك اللي بيدك هو اللي راح ينقلنا انا وياك من فقارة شحاتين لمليارديرية، بس عاد الباجي على توزيعك انت وشطارتك. عيب اعتمد علي طال عمرك، التوزيع عندي. أبي الكل يسأل منو سوى هالبنك الأصفر، أبي أول ما ينزل السوق يطير على طول. أكيد بيطير إذا هذا الطعم. بس تعال ها. ترى زوجتك جتني البيت،
وهزأتني آخر تهزيه. واللي يرحم والديك إذا عندكم مشاكل خلوها بعيد عني. ولي يعني ليش هرن؟ قول يا طيب. يا حبيبي شو عندك؟ عندي بنك. أعطينا بنك. تفضل. شكرا. واحد وانت جايب لك أربعة. لا عايز واحد الله يخليك. واحد؟ لا يسار. ليش مسوي تكميم؟ من زمان. امسك امسك ربي عيالك. تسلم يا حبيبي. يلا شكرا خلاص. ماي شيء؟ لا شكرا يا خيي. حبيبي. حبيبي. البنك العجيب ده دي حاجة عجيبة. اكسترا فاجانز. لك ايه والله يخرب بيته، لك انا بحياتي كلها ما اكلت مثل هالبنك هيدا. لو سمحت. هلا. طولت والله يخليك، وهذه رزقة عيالي. لو سمحت حرك حرك. روح يا حبيبي روح، خلاص بدنا نحرك هلا. يلا زحمة سيارات يا حبيبي. خلاص بدنا نحرك يلا. نو نو دي حاجة سوبر فانتاستيك. لك يا خيي هلا الحب الشمسي تبعنا راح يطيح بشمودنا. احنا لازم نعمل سامسونج نخطفه ونبيع البنك بتاعه ونعمل فورج. لك لا، انت تفكيرك ضيق وجوات الصندوق يا خيي. انت قول بس وقوله انا كده ايه هزبط لك كل حاجه، دي لعبتي يا حبيبي. شو مالك يا حبيبي؟ الفكره هيدي هي الفكره. نجيب الفكره ونحطها جوات الصندوق وناخد الفكره مع الصندوق ونشلق. بص حضرتك. بص حضرتك يعني موافق يا الحبيب؟ نعم. اسمع الحبيب، شوف احنا مجرمين. اوه والله عندكم هوايا؟ ايه والله مجرمين مجرمين. يلا سعد الصندوق يلا. اي صندوق هذا؟ ما فيها فل. اطلع ورا. هذا الشغل العدل. هذا عبسي وينه؟ سي كوم سي سي كوم سا ما شيري لا 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 لا. فرنسا كولومبيا ليغوستا فريز ايبابين ويلي ويليام ليغوستا فريز لو دي جي نو مينتي لي غوستا مي جينتي اي سو سي فوي مونديال نو لي باجاموس ما نونكا باراموس اس اوترو بالو اي بلان اي دون استا مي جينتي مي فابو جي لا تيت اي دون استا مي جينتي. شعلامكم ماسكين صاحبي، ايش بيكم على عبسي؟ ترى الدبة يسمونها الصندوق، مو تقول ما قلت لك. هذول شنو بوديغاردات مطعم ولا شنو اللي ماسكينك هذين؟ انا اسمي فكرة، علشان كذي حطوني بالصندوق. لك اخرس انت وياه؟ اما عمك ابو النار يتكلم انت زبد، تخلص خالص. ويلا يلا لجوا يلا. يلا مو برا لجوا. ولك نزل ايدك. شوف شو هذا. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. عود انت ويا عود. ان شاء الله عود. ليش قالك عود؟ ما ادري الظاهر بسكسوكه بيضه. يا اخي مو حرام عليك؟ مكان صغير جايب سيارتك معك. لك صاحبي ما بتشوف انت. اسفين اسفين يا طويل العمر، سامحنا سامحنا. ما عليه ما يدري هو ما يدري. يلا قول لي وين الخلطات تبعك؟ وين البنكات؟ هذا بنكات؟ هذا منو انت؟ منو انت؟ لك انا ما بتعرف مين انا؟ لا ما اعرف. ولك انا ابو النار. ابو النار منو؟ ابو النار منو؟ ابو النار ابو النار اللي تعدل الحمار. وشنو الانجاز اللي سويته يعني؟ لك تجسدني ان شاء الله. اصل 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 الله يرحم والديك، المكان هذا مالنا حرام والله. اي والله تونا ساكنين. اخذ كل البضاعه اللي تبيها، بس خلينا الشقه تكفى جديده تونا ساكنين. اي والله ماخذين غرض مرممينها. الشقه تبعك وهيدي؟ كم اجاركم هون؟ 200 200 حول لي ب 150 يا اخي. صح كلامك، بس ما في تشغيل. لك شو وين الشغل؟ موجود موجود ورا ورا. هذا البركه احنا نسويه. تفضل احنا نسوي. طال عمرك تفضل. زين اذا حطيت انت شنو جاهزتي؟ يا حبيبي مو لعبه هيدا صاحبي. ان شاء الله حط حط خلي جرب جرب. امسك تفضل طول العمر. يلا وين وين بقى الشغل؟ باقي الشغل باقي الشغل. شنو اعطيه شنو اعطيه يا اخوي؟ شنو سوي له اي خلطه اي شيء؟ زين انا راح اوريك خلطه. ها راح اوريك شلون نصنع هذا البنك الاصفر اللي بيدك. اللي بيد صاحبي؟ اللي بيد صاحبي ما ادري انت حطه بالمخزن ولا وين عنده. ايه انا الحين راح اوريك شلون نسوي الخلطه. لك شو عم بيصير؟ عم
حبيبي غرقان؟ خلص حبيبي، تعال سكر معاي الباب. لك يخرب بيتك افتح الباب. الحقوني. لك وينك افتح الباب اخترعت. هيل. حرام عليك يا مجرم، ذبحته ما تستحي على وجهك. شباب بعمر الزول لازم اعلم عليك. اسمع اقعد، روح جيب لي براميل حنعبي جثثهم داخل براميل وندزهم بحر، واذا ما جبت البراميل احطك انت معاهم ببرميل واحطك انت بالذات فوق السطح عشان تصير عشار. لا والله يرحم والديك، لا تحطني باكر عندي شغل. خلاص اعتبر موضوعك منتهي. اسمعني عدل، روح الحين جيب البراميل. يلا يلا على ما اخلص انا. إذا ما عقمتك أنا ما أفهم شيء. أبيض حبيبي، أبيض حبيبي، أنا مليت من القعدة بالبيت. أبيض حبيبي سو شيء. يا مرة يا مرة هدي بالك، والله العظيم مو فاضي حق هالسوالف. يا أبيض أي سوالف، أنا كله قاعدة بالبيت قاعدة بالبيت قاعدة بالبيت، ما يصير. أبيض حبيبي لازم تشوف لك دبلة، تشوف لك حل. أبيض حبيبي يا هذه ما تفهم، أذتني غربلت رأسي والله. أبيض أبيض أنا مليت مليت من هالعيشة. أنت ما أدريش فيك، معفوس فوق وحدر. أنت مو نفس قبل، مو نفس قبل. نو واي نو واي. يا يبا بالي مشغول، قلت لك بالي مشغول. استبين يا يعني يرضيك يرضيك رفيجاتي يحروني بالسناب والستوري اللي بدبي واللي بلندن واللي بفرنسا. لا ام سيارتنا رايحه جزر القمر. انا شكو انا شكو انا مبيز لها انا شكو. اذا خلاص انا راضي اروح جزر الفلامينغو. هاي فش اسمه فلامينغو اللي قلتيها عدل اوديش فكيني من مينغو. يا يبا انت شنو، اي احد بيسافر تبيني اسافرش؟ انا مو شغلي يا يبا. ابي اسافر يعني اسافر يعني ام حسين وام حصه وام خلود احسن مني. انا يا ام حصه قاعد يدق تليفوني، خلنا ارد على التليفون. يا ابا ما اسافر. الو الو هلا يا الحب، وينك يا حبيب قلبي؟ وينك تاخرت؟ تكفى ورانا طبخ ورانا التزامات، واللي يرحم والديك لا تاخر. اسمعني عدل، من اليوم ورايح أنا ما راح أشتغل معاكم وشوف أحد غيري يطبخ لك. يلا. ألو ألو أفا. خلاص قررت، نحن رايحين لندن. ها وين بنروح؟ فرنسا. هلا هلا مرحبا، هلا أبو دندوشة. يا الله شنو فرحان اني صدتك. تصدق ما خليت مكان ما دورتك فيه، حطيت صورتك بالانستغرام، حطيت صورتك بسوق الحمام. اخر شيء واحد كلمني قال لي نايم عند بقاله بجليب الشيوخ، استانس صراحه. حياك حياك، تفضل. شكرا شكرا شكرا، تفضل منور الدنيا حبيبي. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. يا هلا يا هلا ومرحبا، يا هلا بالشيفة، يا قصدي الشيف بودندوشة. بشر، عرفت الطبخة؟ عرفت الطبخة وعرفت شنو مكوناتها. حلو، وإن شاء الله أنا راح أسوي لها الطبخة هذه، وراح التاريخ والأجيال كلها تتكلم عنها. يا رب يا رب. وأنا راح أسوي لك التركيبة المضبوطة. زين طال عمرك، الطبخة هذه في أحد يعرفها غيرك؟ هم أربعة. إي ثلاثة ما أعرفهم وواحد اللي هو أنا. طباخ وكوميدي؟ شلون صارت؟ أقول لك الحين أسوي لك التركيبة هذه. وراح نكسب منها الملايين وحشيل بيت في المسايل. أنا احتمال بعد أصير جارك أشتري بالمسايل. أنت كم متر تشتري؟ ألف متر. يلا إيش خسارين فلوس عندنا تركيبات بعد نفوز. شوف طال عمرك هذا شابك. ابي اقوم من النوم القاك جبالي، ابي اكل القاك يمي، ابي اروح الحديقه ازق الزرع ماي القاك انت اللي تشرب الماي، ابي اغسل الماعين امسح الماعين ببيك، ابي اسوي كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بنيتكم يمي. يا يبا فوطه، انا فوطه تمسحين الماعين بويهي؟ اذيتيني. مالي شغل مالي شغل، لاني انا احبك ابيك على طول معاي. ايش فيك انت؟ يبا هذا سهل، هذا سهل سهل اللي تبينه. حاضر حاضر، دام هني عندنا بالبيت سهاله ان شاء الله. حاضر اللي تبينه. لا مو بالبيت. لا روح استراليا عند الكناغر.
لأن أهما الحيوانات الجميلة بالحب، فإحنا بنروح معاهم. واللي يرحم والديك. تكفى يا أبو دندوشة، ركز ولا تغلط الغلطة اللي مساع، ما أبي أموت، الله يرحم والديك. لا لا، اعتمد اعتمد، إن شاء الله الغلطة هذه ما راح تتكرر. وبعدين المثل يقول إذا طاح الضعيف ما يقوم، أما إذا طاح القوي ما يطيح مرة ثانية. تكفى ركز واللي يرحم والديك. نعم بين عليه، الحمد لله زين إن شاء الله. يا رب يا رب لك الحمد. لا لا لا. ما تسد على وجهك، انا رجالش كبرك كذاب، انا اشتغل بفنادق، انا انت بجاخور بجاخور ما حطك، فشلتني الله. بس افهمني تفهمني عبسين، أنا جايك يا الحب. طريق السلامة يا الحب، تكفى اسرع بيك بسرعة، وأي كاميرا تصيدك على حسابي. يا الله يا أخي، أنت شنو عبقري يا أخي، أنت شنو نادر بالحياة، تصدق البنك هذا طالبينه من لندن وفرنسا. أخلصك، الناس ما تنام إلا تاكل بنك. لا وبشرك، ليه الحين ما شفت شيء؟ أنا براسي كم مكون أضيفه على الخلطة الأساسية، إذا ما أخلي كل الناس يأكلون البنك الأصفر ما أطلع أنا برك برك. يا الله عليك يا الله عليك يا أخي، أنت بيسي زيد الدين زيدان رولاند كينينو، يا حبيبي انت مولع الدنيا. هذيلا كلهم اللي قلتهم انت ما يسوون عندي شيء، انا برك بيرك، انا اللي بقلب المعادله وقلمتها خلصت. اسمعني عدل، الكميات اللي قاعد نسويها كميات مو هينه، محتاجين موزعين زياده يكونون معاك، غير اثنين هذيلا اخمام الورق اللي قاعد تتعامل معاهم انت، محتاجين ناس يعرفون يصرفون كميات. تسمع عدل ولا ما تسمع؟ تامر امر، انا لليوم طالب 35,000 موزع. ها ببلاكين ولا العادي موزعين؟ لا العادي، لان ما عندنا فلوس طال عمرك. ايه بس عموما لا تحاتي، انا رايح حق واحد اسمه تاكو، هذا طال عمرك يهرب بيت من غار ولا غاره. مرحبا استاذ تاكو. ليش انت تاكو هذا؟ ما في اكو يا اخي، ذبحنا هذا بخلطاته، ما عنده غير الليمون والكمون، يبقى الناس تبي شيء جديد. الجديد موجود طال عمرك، اللي تبي تحت امرك، عندي بنك فاخر اصلي VID. وانت ايش علاقتك بالبنك؟ انت توزعه طال عمرك، انا وشريكي نسويه، شريكي هذا طباخ محترف. كلمه في المانيا، في اسبانيا، في انجلترا، ما راح. والتوزيع انا واثنين من الشباب، بس هالمره سوينا كميه كبيره، فمحتاجين واحد اعطينا بوش ظهر كذي، فقلت ما في الا حضرتك، واللي عارفه انك ما تقصر ويا المنتجات المحليه. عطني اللي عندك. تفضل. طعم بسم الله. إن شاء الله يعجبك. قلت لي تبون أحد يدعمكم؟ أي والله. قلت لي شو اسمك حبيبي؟ عبسي يا الحب. عبسي
يا الحب. شوف عبسي حبيبي، انت مبين عليك ولد محترم وفقير عليك، وانا بطبعي احب ادلع الناس وحاب ادلعك يا اخي، ودي ادلعك. دلعوه. وين ارد عليك الله يهداك؟ هذه العب فيها وهذه ما اقدر اعطيك سند. وين البنك؟ البنك الاصفر اللي اعطيتك اياه وين وديته؟ البنك باح، مسكني هذا توك توك وطقني طق. منو توك توك؟ انت رايح موزع بالقاهره؟ يبا تاكو، تاكو اسمه. ايوه تاكو 2018، طقني طق وطقني باشياء يا الله ما شفتهم بحياتي ولا يستخدمون حق الاوادم اصلا. اوه وطقني وقال لي هذه رساله للابيض. تاكو قال لك كذي؟ حتى ما شاء الله عليه التاكو ماله نظيف حيل. ماشي انا اوريك فيه. جوتيك الله هداك 44 مقاسه شلون يطلع؟ هي الواحد اذا معصب يطلع من اي مكان. أكبرك بيرك قالوا إنك طالبني. برك شنو؟ برك بيرك. برك بيرك. عندي هذا ضروري ذوقه. الكيس اللي كان مع عبسي خذيته وجربته كله، وعبسي قال لي إن أنت اللي تشتغل عليه وأنت اللي تطبخه. الشغل وايد زين، واللي عرفت ان عبسي هو اللي ساعدك. هذا وايد برب على تاجر، انت المفروض تاجر. ولا ايش رايك اخوي؟ ايه كلامك صحيح، كلامك صحيح يا طويل العمر. هذا نسبة نغاوته يا طويل العمر 99%. وايد زين. ضروري تجربه، ضروري. نغاوي. بس اخذ فيه يا طويل العمر 50,000 دينار. من وين جبت الرقم؟ 15 سعر البضاعة و35 حق طقة رفيجي عبسي. 35 أدفعها حق عبسي العفن؟ هذا فلس ما أدفع عليه. قلت لي اللي ما قلت لك إياه إن هذا مو بنك، هذا فروزن موركري. شنو يعني؟ ما أدري والله، المخرج قال لي قول شيء وقلت. المهم انه هو زئبق شديد الانفجار. وهذا يحطونه هني؟ وين؟ هني اشوف في احد وراك بيبي يحط ويها. حبيبي تجار، احنا مو ناس عينة. شيخ التجار. اختلقت انا ترى. يحط هذا ليش حاطه؟ حبيبي هذه التجارة. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا دربيل ولا شنو؟ رايحت مسلسل من عيني. ليش يا اخوي؟ وين حط كذي هذا؟ نحط كذي. ها ايش رايك؟ ها اخوي. ها قوي صح؟ ها ربو يا لا لا هذا مال التجاره. انت شفتك شايف المسلسل خطير يا اخي. اوه هذه تبطلت عادي ولا شو؟ عادي عادي عادي. لا اي عادي يا اخي والله مسلسل يا اخي مسلسل خطير. شلون مسك الفروزن مرمري؟ مرمري منو؟ فروزن بزئبق متكرر. شو زئبق متكرر؟ فجر المكان. في اول متكرر، ثاني متكرر. لا شو زئبق متكرر؟ مو ثانويه. مسلسل بزئبق متكرر. البنك هذا. ايوه قابل للانفجار. ايوه ترى فجر المكان. لا يا ابن الحلال شوف ليش كثر انا ماكل بنك؟ المفروض انا متقطع الحين. لا يا حبيبي هذا بنك اصفر. بنك اصفر مو بنك عادي. هذا البنك اصفر مو زين. بنك اصفر مو زين لا تاكله. لا ترى فجر المكان. قوي انا
بصراحة أنا بتابع هذا مسلسل أنا بتابع قوي كامل. قوي المسلسل قوي إيه قوي شو؟ قوي شليش ردت لبسته النقاب ستر حبيبي مو نقاب هذا التنفس فيه عشان لا يحوشك هوا الفروزن يوغورت سكاي يا سكسوكة قلبي انتي يا بعد عمري انا قلت بالتاخر فذهبت لك اكلك في المطبخ مال الكلب يا حياتي ليش يا حياتي الكلب برا واكلي انا لا عشان انت نسيت اكلك يذكرك يا حياتي يا بعد قلبي شلونك ولحت عليك انت كله مشغول 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 يعني انا شنو تبيني اسوي فيك يعني لازم تقعد معاي انا مرتك وولدك بالبيت ايش اسوي يا روحي يا رسان في بيت المشيه بسم الله عليك يا بعد عمري أنا شو أسوي يا قلبي شو أسوي شو أسوي يا روحي أنا الصبح بالمدرسة والمغرب بهالمغسلة عشان أطلع لكم فلوس تطمحون يا قلبي أنت يا بعد قلبي I love you والله لو أعرف إنجليزي كان رديت فصح I miss you يا حياتي أحبك الأخضر مدمرني لا تقول شيء ترى ما أقدر أغرز ما أطلع جمالك مدهورني حبيبي يا بعد قهوتك حبيبتي قطعت السريلاك أنا يومي خالد مدلعك شوية يلا معي أصدق عاد كنت عزمياتي على القهوة أخذت مني مرتك تحبني أشوف ريحته ما أدري شنو حطت له أنت يا بعد قلبي مشكورة يبا هذا شنو قهوة إيه أسمع شوي شي ترى حرة يا بعد يا حياتي انت والله ولحت عليك انا نايس تو ميت يو مو نايس تو ميت يو غلط الكلام